من هو عزيز القزمي؟ واشتهر الكوميدي السعودي عزيز القزمي بمقاطع الفيديو الكوميدية عبر موقع تيكي توك وسناب شات، والتي لاقت إعجاب كبير لدى العديد من المتابعين ورواد هذه المواقع، كون هذه المقاطع تنبع من القلب وفقا لوصف العديد من رواد هذه المواقع والتعليقات التي تصاحب كافة مقاطع الفيديو الكوميدي السعودي عزيز القزم. ألف. وحول سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز القزم الملقب بالأسمر، بيّنت وسائل الإعلام السعودية أن سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز القزم هو معاناته مع مرض نقص الهرمونات الذي أثر بشكل على نمو جسده من ولادته، والذي خضع للعديد من الجراحات للعلاج، ولكن لم يكتب لكافة محاولات علاج مرضه النجاح حتى توفاه الله عصر اليوم الخميس بعد مكوثه في أحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية. وأعلن عصر اليوم الخميس 19 من يناير عام 2023 ميم وفاة اليوتيوبر والكوميدي السعودي عزيز القزم عن عمر ناهز 27 عاما في أحد المستشفيات السعودية بعد معاناته مع المرض الذي أصابه منذ ولادته، وفقا لوسائل الإعلام السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي التي نعت اليوتيوبر والكوميدي السعودي عزيز القزم واليوتيوبر والكوميدي السعودي عزيز القزم من مواليد مدينة الرياض السعودية عام 1995 ميم، وينصف من أبرز الشخصيات السعودية الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تيك توك الذي يتميز بقصر مقاطعه المصورة الفيديو بخلاف موقع. سبب وفاة عزيز القزم السعودي. تصدر خبر وفاة اليوتيوبر والكوميدي السعودي عزيز القزم كافة مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خلال الدقائق الماضية، وخاصة السعودية، كون الكوميدي السعودي عزيز القزم يمتلك شعبية واسعة وكبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بما فيها موقع تيكي توك وسناب شات. لهذا وضع خبر وفاة الكوميدي السعودي عزيز القزم تساؤلات كثيرة حول سبب وفاة عزيز القزم.